محل. يلا شباب. بسام كاتشو عضو اللجنة المنظمة لبطولة العودة. طبعا افتتاح البطولة 12/12/2021 بمبارتين، الساعة الرابعة مباراة سريك عني وميتان، فاز ميتان على سريك عني. مباراة ثانية الساعة الخامسة بين شبيبة الحسكة وشهداء راس العين، فاز شبيبة الحسكة على شهداء راس العين. في يوم الثاني في تمام الساعة الرابعة بعد دقيقة صمت على روح شهدائنا، بدأت المباراة بين فريق دجلة وصلاح الدين. الساعة الخامسة تبدأ المباراة بين فريقين بيرنوح وواشوكاني، وبعد غد مباراة النهائية. في نهاية المباراة يتم التتويج الفائز والوصيف وجوائز فردية. طبعا في يوجد بيان للرياضيين وللرأي العام الرياضي. طبعا وجود الطفل محمد حميد الذي استهدف العدوان التركي بصاروخ فسفوري محروم دوليا، هي الغاية منها. سوف نقاوم بجميع مجالات بحقنا للعودة إلى مدينتنا سريك عنيه آمنة بدون الاحتلال.